السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتذكر اللي أخذناه قبل إنه كنت أعطيك given infinite series، اتعلمنا إنه determine هل هاي converge or diverge. أخذنا طرق إنه نحدد هل هي converge or diverge، وكانت هذه الطرق فقط بتعطيك النتيجة دون إيجاد السم. أول خطوة إنه we evaluate limit الـ an as n approaches infinity. إذا كانت النهاية لا تساوي 0 بنحكم إنها diverge by divergence test، ولكن إذا كانت النهاية تساوي 0 وكانت السيريز with positive terms كان قدامنا 5 اختبارات: الانتيجرال تيست وشوفنا متى بنستخدمه، الكمباريزن تيست، الراتيو تيست، الليمت كمباريزن، والروت تيست، وشوفنا كل واحد متى بستخدمه، وكانوا هدول الاختبارات نشترط إنه السيريز with positive term. For example، لو أعطيتك هاي السيريز summation k from 1 to infinity t 2 to the power minus k، طبعا لو حاولت توجد النهاية 0، ولكن لاحظ هاي السيريز بتذكرك بالجيومتريك. طبعا ممكن واحد يفكر يعمل ratio test بصير، ممكن واحد يفكر يعمل root test، لكن مباشرة هاي بتشبه انها الجيومتريك سيريز، مش هاي نفسها هاي السيريز. لاحظ ما هي قيمة ال r؟ قيمة ال r نص، والنص أقل من واحد معناته هي converge، فقدرت أجاوب إنها converge by geometric series. ممكن واحد تاني يفكر يستخدم الروت تيست، ما خطر ببالك geometric. شو بقول لك الروت تيست؟ إنه limit 1 half to the power k as k approaches infinity، كلها هاي بدي أرفعها للقوة 1 على k. لاحظ كم النهاية نص أقل من واحد، so converge. فبأي طريقة بتفكر رح يعطينا نفس النتيجة إنه هاي series converge. Another example، لو كان لنا summation k from 1 to infinity 1 over 4 plus 2 to the power minus k، إحنا قلنا أول خطوة خلينا نفكر إنه find the limit لأنه بتريحنا. If you evaluate limit 1 over 4 plus 2 to the power minus k as k approaches infinity، عوض 1 over 4 زائد 1 over infinity، مش هاي 2 to the power k، 1 over infinity 0، فالجواب ربع لا يساوي 0. فحسب القاعدة الأولى إذا النهاية لا تساوي 0 فهاي السيريز diverge by divergence test. سؤالنا اللي بدنا نحكي في محاضرة اليوم، لو كانت هاي السيريز فيها negative terms شو ممكن انه نتعامل معها؟ So about the alternating series، بدنا في محاضرتنا اليوم نتعرف ما هي alternating series، كيف شكلها، وفي مصطلحين جداد رح يمروا علينا، شو معنى absolute and conditionally converge. For example، لو اخذت هاي السيريز 1 minus 1 half، لاحظ فيها حد positive وحد negative، فبقدر أكتب الحد العام بهاي الطريقة minus 1 to the power n plus 1 over n. فهاي السيريز اللي فيها حد positive و negative رح نسميها alternating series. Another example، the series minus 1 to the power n n square، لاحظ برضو هاي أول حد لو عوضت واحد رح يكون minus 1، الحد اللي بعده رح يكون plus 4 and so on. فهاي سيريز alternating. طبعا alternating سيريز بإمكاننا نطبق divergence test، يعني لو if you evaluate limit an limit n تربيع as n approaches infinity، لاحظ الجواب infinity ما بيساوي صفر، فهي diverge لأنه divergence test ما اشترط إنه الحدود تكون موجبة. برضو هاي alternating سيريز وجود cosine n by هو نفسه عبارة عن المقدار minus 1 to the power n over جذر ال n from n equal 1 to infinity. معناته كيف شكل الالترنيتنج سيريز؟ هي عبارة عن حد positive وحد negative، فمعناته بقدر أوصل إنه الالترنيتنج سيريز has the form، وممكن إنه ما يكون minus 1 to the power n، ممكن يكون إنه summation minus 1 to the power n plus 1 an. المهم اللي عم بيميزها وجود حد negative and positive.
أول اختبار للالترنيتنج سيريز فقط هذا الاختبار خاص في الالترنيتنج سيريز، ما بصير أطبقه للسيريز اللي حدودها موجبة. So the alternating series test بتضمن شرطين، بيكون معطى عنا alternating series بحيث إنه A1 أكبر أو تساوي A2 أكبر أو تساوي A3، معنى هذا الشرط أنها decreasing. والشرط الثاني إنه limit الـ AN 0. إذا تحققوا هدول الشرطين رح نحكم إنه هاي السيريز converge by which test by alternating test. For example هاي السيريز alternating، لو حاولت تطبق الدايفيرجنس تيست حيطلع النهاية 0، ما بقدر اخذ نهاية. ما هي الـ AN؟ الـ AN هي 1 على جذر الـ N. بدي اتحقق من شرطين، اذا تحققوا هدول الشرطين فهي converge by alternating. الشرط الاول واضح انه limit الـ AN as n approaches infinity بتساوي صفر، والشرط الثاني واضح انه الـ an decreasing اشتق، فالمشتقة رح تكون سالبة. فرح احكم على هاي السيريز، رح اخذ قرار انها converge by alternating test. سؤال لو ما طلعت converge شو ممكن انها نعمل؟ اوكي، شو معنى absolutely converge؟ A series UK is said to converge absolutely if the series of the absolute value converge. يعني إذا أخذنا إحنا الـ absolute value للسيريز، يعني كان عندنا summation minus 1 to the power n over n square. هاي السيريز ما بستطيع أطبق عليها الاختبارات بسبب وجود حدود موجبة وسالبة، لكن لو أخذنا مين هي الـ an، الـ an هي سالب 1 to the power n over n square. لو أخذنا الـ absolute value إلها رح يعطينا الـ an 1 على n square، فمجموع الواحد على n square converge. فشو رح أحكم على هاي؟ رح أقول عنها converge absolutely، وإذا كانت converge absolutely فهي converge. For example this is an alternating series، فبدنا نشوف هل هي converge absolutely or not. طبعا لا أستطيع أني أطبق الratio test إلا أنه نأخذ absolute value، لأنه لازم الحدود تكون positive. شو absolute value لهاي الترم؟ معناته absolute value لل UK هي عبارة عن 2 to the power k over k factorial، لأنه سالب 1 للقوة k، القيمة المطلقة إلها 1. هلأ هاي السيريز أي اختبار بنقدر نطبق لها؟ الراتيو تيست، limit a k plus 1 over a k as k approaches infinity. بناء على النتيجة إذا كانت أقل من 1 فهي converge، وإذا أكبر فهي diverge. limit 2 to the power k plus 1 على k plus 1 factorial في k factorial over 2 to the power k. بدي أبسط هذا المقدار as k approaches infinity. So this equivalent to limit 2 to the power k في 2 في k factorial over k plus 1، بدي أفك المضروب، في k factorial 2 to the power k as k approaches infinity. هذا الترم وهذا الترم وهذا الترم وهذا الترم cancel، 2 على ما لا نهاية 0 أقل من 1. رح نقول عن هاي السيريز إنها converge absolutely، وإذا كانت converge absolutely فهي converge، فكافي إني أحكي عنها converge. إذن أول خطوة في الالترنيتنج سيريز you evaluate الليمت، إذا كانت الليمت لا تساوي 0 فهي دايفيرج. بعد هيك خذ الأبسوليوت فاليو وطبق أي اختبار، إذا وجدتها كونفيرج ارتحنا فهي سوف تكون كونفيرج أبسوليوتلي. هلأ هاي السيريز take the absolute value إلى القوة k over k، أو قبل هيك شو الأبسوليوت فاليو للأي كام؟ هي e to the power k over k. لو حسبنا الليمت e to the power k over k as k approaches infinity، لاحظ الجواب infinity، الانفينيتي لا تساوي 0، فإذا مباشرة هاي رح تكون diverge by divergence test. ما في داعي أفكر بطريقة تانية أو أخذ أي اختبار تاني، لو أخذت أي اختبار حتطلع diverge. إذا كانت السيريز alternating
خذ الابسولوت فاليو وطبق احد الاختبارات اللي اخذناها. Another example, this is alternating y. يعني هاي هي نفسها بتقدر تكتبها، هي مجموع minus 1 to the power k over ln k to the power k. فهي alternating. لو أخذنا الأبسوليوت فاليو أكيد وجود الباور بدي أطبق الروت تيست، limit 1 over ln k to the power k. شو بقول لك الروت تيست؟ إنه أرفعها هاي كلها للقوة 1 over k as k approaches infinity. هذا الترم وهذا الترم كنسل، عوض واحد على ما لا نهاية، فالجواب صفر، أقل من واحد، فمعناته رح ناخد قرار إنه هاي السيريز converge absolutely. That mean إنها converge. Another example, summation k from 1 to infinity minus 4 over 5 to the power k. لاحظ هاي alternating وبرضو هاي بتذكرك بالجيومتريك. كم قيمة ال r؟ سالب 4 على 5. الابسوليوت فاليو للار اقل من 1، معناته هاي السيريز كونفرج. ومش فقط كونفرج، كونها انها جيومتريك نستطيع ايجاد المجموع الها. ما هو السم؟ حكينا بالقانون انه البسط هو اول حد على 1 ناقص ناقص 4 على 5. بسط طلع الجواب اللي عندك. هلا summation k from 1 to infinity minus 4 over 5 to the power k to the power minus k. مش هاي السيريز هي نفسها summation سالب 5 على 4 على القوة k؟ اني نزلت الباور. برضو هاي alternating وبتذكرنا بالجيومتريك، كم ال r؟ ال r سالب 5 على 4. القيمة المطلقة ل r اكبر من 1، فمعناته هاي السيريز diverge. هلا حكينا بداية المحاضرة بدنا نتعرف على مصطلح انها conditionally converge، معناته بامكاني انا اعمل summary او note للalternating series. You know, if you have alternating series find the limit an as n approaches infinity. اذا كانت لا تساوي 0 صارت احنا والسيريز اللي عنا رح تكون diverge. اذا كانت إيه اوكي، اذا كانت الليمت ايكوال 0، اذا كانت الليمت ايكوال 0 تيك ذا ابسولوت فاليو، تيك ذا ابسولوت فاليو عشان اضمن انه الحدود موجبه. ولما اخذ الابسولوت فاليو اصبح الحدود بوزيتيف، سو ابلاي واحد من الخمس اختبارات، ابلاي one of the tests اللي أخذناهم، إما الأول إما الانتيجرال الروت والكمبارزن. So apply one of the tests. إذا كانت النتيجة converge ارتحنا. هلأ لما نطبق الاختبار قد تكون هاي السيريز converge or diverge. فإذا كان الابسوليوت value لها converge ارتحنا وهي absolutely converge. إذا كانت diverge نشوف المصطلح الجديد اللي بدنا نعرفه اللي هو conditionally converge. A series that converges by alternating tests. إذا عندنا series إنها converge by alternating tests. شو معنى هذا الشرط؟ أنا ها converge by alternating test إنه بتحقق شرطين alternating، إنه النهاية صفر و decreasing. And وكانت هاي series diverges absolutely. يعني لما أخذت ال absolute value إلها طلعت diverge. هدول الشرطين مع بعض رح نسمي السيريز إنها converge conditionally. هلأ هذا المصطلح فقط إله علاقة بالalternating، فحتى نبرهن إنها converge conditionally بدك تبرهن شرطين، إنها converge by alternating test، والشرط الثاني إنه الabsolute value إلها diverge. نوضح هذا أكثر مثال. إذا الالترنيتينج تيست قدامنا يا كونفيرج ابسولوتلي أو كونفيرج أو إنها تكون كونديشنالي كونفيرج. سالو بدي أصنف هدول، هل هي ابسولوتلي كونفيرج اللي هي نفسها رح تعطيني كونفيرج، أو هل هي كونديشنالي كونفيرجنت أو دايفيرجنت؟ لو أخذنا السيريز سميشن كي فروم 1 تو انفينيتي، لاحظ إنه النهاية صفر، بدي أخذ الابسولوت فاليو. شو الابسولوت فاليو لهاي السيريز؟ 1 over 7k
كام من واحد لما لا نهاية. هلأ هاي السيريز بدي أشوفها هل هي conditionally converge ولا لا. أول شرط هل هي diverge؟ diverge why؟ الb equal 1 فواضح إنها diverge. الabsolute value إلها diverge إذن مستحيل تكون absolutely converge. فمدام الابسوليوت فاليو إلها دايفيرج بدنا نشوف الشرط الثاني إنه هاي السيريز كونفيرج باي alternating تيست. ليش كونفيرج باي alternating تيست؟ عنا شرطين للالترنيتينج تيست إنه ليميت واحد على سبعة ك as k approaches infinity بتساوي 0 والشرط الثاني انها decreasing يعني لو اخذنا الفانكشن f x اللي هو 1 على 7 x المشتقة لهذا الاقتران سالب 1 على 7 المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع فلاحظ المشتقة سالبة. اذا الconditionally converge اول شرط الabsolute value لها diverge الشرط الثاني إنها converge by alternating test. Then شو رح نحكم على هاي السيريز؟ رح نقول إنه هاي السيريز conditionally رح نقول عنها conditionally converge. إذا كان the absolute value converge مستحيل تكون conditionally convergent. Another example, this is alternating series. خذ the absolute value. شو the absolute value للAK؟ مين هي الـ AK؟ رح يعطينا summation 1 over K to the power. هلأ لاحظ هاي السيريز كم الـ B إلها؟ 4 3 لـ 4 3 أكبر من 1 فأكيد هاي السيريز حتكون absolutely converge يعني إنها converge مستحيل تكون conditionally لأنه من شروط الـ conditionally إنه الـ absolute value تكون إلها what diverge. مجموع minus 1 to the power n لن ال n over n لو حاولنا انه نحسب النهاية بطلع 0 ما استفدنا ال absolute value لهاي السيريز رح يعطينا سيجما لن ال n over n. فهلا بدي افكر اي اختبار ممكن اطبق لهاي السيريز اللي هي عنا مجموع لاحظ مين هي ال an ال an هي لن ال n over n. بإمكاني أطبق لهاي السيريز الانتيجرال تيست لأنه هذا الفونكشن سهل أكامله هذا الاقتران سهل أكامله. أوكي إذن الأبسوليوت فاليو بدنا نحاول نطبق الانتيجرال تيست رح تحاول أنك تحسب التكامل بدنا نشوف الأبسوليوت فاليو إلها دايفيرج أو كونفيرج. The integral from 1 to infinity لن ال x over x dx هذا التكامل رح نفرض u لن ال x du هي 1 over x dx وبالتالي هذا التكامل أصبح عنا limit l approaches infinity the integral from 1 to l رح أعوض هون u مكان لن ال x ومكان dx x du بيختصروا مع بعض كامل تكاملها u تربيع عوض رح يطلع الجواب infinity y. إذن هذا التكامل دايفيرج إذن الأبسوليوت فاليو لهاي السيريز دايفيرج فاحتمال إنها تكون conditionally convergent. هي الـ AN بدي أطبق للـ AN we apply the alternating test. إذا تحقق فهي conditionally converge. أول شرط limit مش في شرطين للالترنيتينج تيست ليميت لن ال n over n as n approaches infinity سؤال نهاية infinity over infinity رح أطبق له بتال ليميت 1 على n اللي هي مشتقة لن ال n على 1 اللي هي مشتقة ال n النهاية تساوي 0. الشرط الثاني برهن إنه ال a n اللي هي لن ال n over n بدي أبرهن إنها decreasing. طبعا أنا already بكون برهنتها لما طبقت الانتيجرال تيست فتحققوا هدول الشرطين فمعنى هذا الكلام إنه مجموع
minus 1 to the power n لن ال n over n طلعت converge، وبدك تحدد by which test، by alternating test. هلا عنا الشرطين تحققوا، انه الابسوليوت فاليو الها دايفيرج، الابسوليوت فاليو الها دايفيرج وهي كونفيرج باي الترنيتنج تيست، وبالتالي رح ناخذ قرار، رح ناخذ قرار. ايش هو القرار اللي رح ناخده؟ انها كونديشنالي كونفيرج. Another example، هاي عنا سيريز بدي اعمل لها اختبار. هلا لاحظ هاي السيريز مش عارفه انا كيف طبيعه حدودها، ساين كي باي على 2. لو خلينا نعوض نشوف هاي السيريز كيف الحدود اللي عندنا. لما الكي ايكوال 1 ساين الباي على 2 1 زائد كي بتساوي 2، 2 باي على 2 0، لما الكي 3 باي على 2 سالب 1، 4 باي على 2 0. فلاحظ هاي السيريز هي عباره عن مجموع 1 minus 1 plus 1 and so on. هلا لاحظ هاي السيريز هي جيومتريك سيريز وقيمة ال r إلها equal 1، so مباشرة هاي diverge. Which of the following series is conditionally converge؟ وأعطيتك خيارات عشان تكون conditionally converge بدنا نتحقق كم شرط، شرطين. الشرط الأول إنها converge by alternating test، والشرط الثاني إنه ال absolute value إلها diverge. نشوف الإجابات مع بعض. هلأ نيجي للسيريز الأولى اللي هي الإجابة رقم 1. لو أخذنا الأبسوليوت فاليو إلها اللي هي 1 على كي تكعيب بلس 1، أسهل اختبار أطبقه اللي ما تكون برزان، شو رح أختار؟ البي كي، البي كي 1 على كي تكعيب، هاي كونفيرج معناته هاي أبسوليوتلي كونفيرج، ما رح نختارها. لو أخذنا الأبسوليوت فاليو لهاي رح أطبق اللي ما تكون برزان تيست. ما هي البي كي؟ هي 1 على K للقوة 3 على 2. لاحظ قيمة البي أكبر من 1، فبرضو هاي السيريز absolutely converge. بضل عنا هذا الإجابة، فلاحظ الـ AK هي 1 على جذر الـ K. كم قيمة البي؟ نص، أقل من 1. معناته تحقق هذا الشرط إنه الـ absolute value diverge، فأكيد رح يكون جوابنا هاي، بس بدنا نتأكد إنها converge by alternating test. هلأ الـ AK بدك تتحقق من شرطين. واضح الشرط الأول إنه الليمت إلها صفر، والشرط الثاني بدك تبرهن إنها what decreasing. وبالتالي شو الجواب اللي حنختاره؟ اللي هو هاي conditionally converge. معناته ملخص اللي حكيناه بمحاضرة اليوم إنه رح يكون عنا alternating series AN. أول خطوة عشان أعرف أو أعمل لها اختبار بعرف we evaluate limit AN. فإذا كانت هاي النهاية لا تساوي صفر، مباشرة رح أخذ قرار إنها diverge. ولكن إذا كانت تساوي صفر رح نأخذ ال absolute value إلها. ولما نأخذ ال absolute value إلها أصبحت الحدود positive. صارت الحدود positive. مدام الحدود positive بإمكاني أطبق واحد من الخمس اختبارات اللي شرحناهم. هلأ لما نطبق أي اختبار apply واحد من الخمس اختبارات اللي درسناهم، إذا أعطتنا if you apply one of the test وأعطاك النتيجة converge ارتحنا، رح تكون النتيجة absolutely converge. ولكن إذا أعطانا نتيجة diverge قد تكون conditionally converge، لأنه حكينا diverge زائد converge by alternating test. هدول الشرطين أعطانا مصطلح جديد اللي هو conditionally converge. إن شاء الله المحاضرة الجاي رح أعطيك example و homework. طبعا قد ما أحل أنا example، إذا ما حاولتوا تحلوا لحالكم ما حيزبط الوضع. والسلام عليكم ورحمة الله.